السؤال الأول، نعم، فيما يتعلق بالحوار الوطني، كما قلنا الحكومة ليست طرف في الحوار. الحكومة مهيئ ومسهل للحوار. أنا من البداية تحدثت مع الدكتور محمد يوسف مقريف رئيس المؤتمر الوطني العام بحضور السيد طارق متري في ديسمبر الماضي، وكانت عندنا رؤية أن نبدأ الحوار الوطني من ذلك الوقت، وقلنا نحن الحكومة لا يمكن أن تكون طرف في الحوار باعتبارها ممكن أن تتهم بسهولة في تجهير الحوار أو توجيهها لأي. الحكومة لابد أن تكون ميسر ومسهل ومهيئ، تعد الطاولة، تنظم الكراسي، تهيئ المكان متاع الحوار، وتترك للمتحاورين أن يحددوا مواضيع الحوار وتوقيته ودون توجيه. ولم يحدث ذلك، لأن كان وجهة نظر السيد الرئيس في ذلك الوقت أن المؤتمر ينظم هذا الأمر، وطبيعة وضعية المؤتمر وانشغالاته لا تسمح بهذا الأمر من الناحية العملية، مش من ناحية الإمكانيات. فسكت عن هذا الأمر حتى فبراير أبريل أو مارس، عاودت الحديث مع السيد طارق متري من جديد باعتبار الأمم المتحدة طرف قد يقبل به الجميع، ورأينا أن نتمهل. ثم في فترة معينة وصلنا إلى قناعة ينبغي أن يقوم هذا الأمر، وفعلا جلسنا مع عدد من الأشخاص الذي نأنس فيهم القدرة على هذا الأمر، واقترحنا عليهم أن يقوموا بهذه المهمة، وقلنا لهم نحن نيسر لكم الإمكانية فقط. فأنا الآن بدأت الاجتماعات من هذا الأسبوع للترتيب لهذا الأمر حسب ما علمت، ونأمل أن يبدأ خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.